السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وأحبائي الكرام، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. دايما معاكم ممدوح مصطفى من برنامج عشاق مقارنة السيارات. عامل لكم فيديو جديد، إذا عجبك الفيديو ما تنسيش تدعمنا باللايك الجميلة بتاعتك وتشارك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. هنتكلم النهاردة عن سوبارو 2021 اكس في بمختلف الفئات بتاعتها. العربية بتنزل بثلاث فئات، الفئة الأولانية فول أوبشن، والتانية بريميوم، والتالتة لكسري. العربية بتنزل 1600 سي سي، 16 صباب، 4 سلندر. قوة العربية 114 حصان عند 6200 لفة في الدقيقة. أما العزم الأقصى للدوران فهو 150 نيوتن متر عند 3600 لفة في الدقيقة. نظام الدفع دفع رباعي، والعربية بتنزل بسرعة قصوى 175 كيلو متر، والعربية بتتسارع من الصفر ل 100 كيلو أو من الثبات ل 100 كيلو في 13 ثانية و8 من عشرة، ومتوسط استهلاك الوقود في ال 100 كيلو 6 لتر و9 من عشرة. نظام الحقن الوقود هو حقن متعدد النقاط، وسعة خزان الوقود 63 لتر. اما الوقود المفضل استخدامه في العربيه هو 92 او 95، والعربيه بتنزل بناقل حركه اوتوماتيك مكون من 7 سرعات سي في تي. العربيه بتنزل بجنوط سبور 17 بوصه في الثلاث فئات، ومقاس الكاوتش 225 60 ار 17، واقل نصف قطر الدوران 5.4 من عشرة ديسك بريكس، ونظام الفرامل الخلفيه برضو ديسك بريكس، وفيها وسائد هوائيه للسائق في الثلاث فئات، وسائد هوائيه للراكب الامامي في الثلاث فئات، وسائد هوائيه جانبيه في الثلاث فئات، وسائد هوائيه للركبه بثلاث فئات، مقاعد اماميه لتخفيف الاصابه عند التصادمات موجوده في الثلاث فئات، وبتنزل فيها فرامل مانعه للانغلاق الاي بي اس في الثلاث فئات، ونظام مساعده المكابح في نازل في الثلاث فئات، ونظام الكبح المسبق في الثلاث فئات، ونظام التحكم الديناميكي في السياره موجود في الثلاث فئات، نظام التحكم عند نزول المنحدرات موجود في الثلاث فئات، فرامل كهربائيه موجودة في الثلاث فئات اللي هي الاوتو هولد، وقفل الابواب الخلفية للاطفال موجود في الثلاث فئات، ونظام الايزوفيكس لتثبيت مقاعد الاطفال موجود في الثلاث فئات، نظام الحماية ضد السرقة الامبلايزر موجود في الثلاث فئات. اما كاميرا خلفية مش موجودة في الفئة الاولانية لكن موجودة في الفئة الثانية والفئة الثالثة. نظام الدخول بدون مفتاح مش موجود في الفئة الاولانية لكن موجود في الفئة الثانية والثالثة. زر تشغيل وايقاف المحرك مش موجود في الفئة الاولانية لكن موجود في الفئة الثانية والثالثة. الدخول باستخدام رمز التعريف الشخصي مش موجود في الفئة الأولى لكن موجود في الفئة الثانية والفئة الثالثة. فيها شاشة لعرض المعلومات والوظائف عالية الجودة موجودة في الثلاث فئات. تحكم في النظام الصوتي من عجلة القيادة اللي هو عجلة القيادة مالتي فانكشن موجودة في الثلاث فئات، ومثبت سرعة مش موجود في الفئة الأولانية لكن موجود في الفئة الثانية والفئة الثالثة. نظام تثبيت السرعة المتكيف مش موجود في الفئة الأولى ولا الثانية لكن موجود في الفئة الثالثة. وضع الإكس مود للدفع الرباعي المستمر موجود في الثلاث فئات. راديو اف ام واي ام ومشغل ام بي 3 موجود في الثلاث فئات. شاشه مقاس 6.5 بوصه موجوده في الفئه الاولانيه، اما الفئه الثانيه والفئه الثالثه شاشه مقاس 8 بوصه. العربيه بتدعم الابل كار بلاي في الثلاث فئات، والاندرويد اوتو في الثلاث فئات، والعربيه بتنزل بست سماعات وفيها بلوتوث في الثلاث فئات، ومنفذ يو اس بي مزدوجه داخل صندوق الكونسول الوسطى موجود في الثلاث فئات. منفذ يو اس بي مزدوج بالكونسول الوسطى مش موجود في الفئة الأولانية لكن موجود في الفئة الثانية والفئة الثالثة. مخرجين 12 فولت موجود في الثلاث فئات، ونظام الملاحة اللي هو الجي بي اس مش موجود في الفئة الأولى ولا الثانية لكن موجود في الفئة الثالثة. مصابيح أمامية ليد مش موجودة في الفئة الأولانية لكن موجودة في الفئة الثانية والفئة الثالثة. ضبط تلقائي لمستوى المصابيح الأمامية مش موجود في الفئة الأولانية لكن موجود في الفئة الثانية والفئة الثالثة. رشاشات تنظيف المساحات الأمامية مش موجود في الفئة الأولانية لكن موجود في الفئة الثانية والفئة الثالثة. مصابيح ضباب أمامية ليد موجودة في الثلاث فئات. مصابيح ضباب خلفية ليد موجودة في الثلاث فئات. مرايات جانبية بتحكم كهربائي موجودة في الثلاث فئات. مصابيح إضاءة الإشارات بالمرايات الجانبية موجودة في الثلاث فئات. طي المرايات الجانبية كهربائيا مش موجود في الفئة الأولى لكن موجود في الفئة الثانية والفئة الثالثة. مستشعر إضاءة وتشغيل المصابيح تلقائيا اللي هي حساسات الإضاءة مش موجودة في الفئة الأولى لكن موجودة في الفئة الثانية والفئة الثالثة. مستشعر مطر اللي هو حساس المطر مش موجود في الفئة الأولى لكن موجود في الفئة الثانية والفئة الثالثة. قضبان السقف موجودة في الثلاث فئات اللي هي الروف راك، ونوافذ كهربائية موجودة في الثلاث فئات. مسند يد أمامي بصندوق تخزين موجود في الثلاث فئات. مسند يد خلفي بحامل أكواب مش موجود في الفئة
الاولى، لكن موجود في الفئه الثانيه والفئه الثالثه. تكييف هوائي اوتوماتيك مزدوج المناطق اللي هو الدول زون مش موجود في الفئه الاولانيه لكن موجود في الفئه الثانيه والفئه الثالثه. عجله قياده قابله للتعديل في كل الاتجاهات موجوده في الثلاث فئات. عجله قياده من الجلد موجوده في الثلاث فئات. مقبض ناقل الحركه من الجلد مش موجود في الفئه الاولى لكن موجود في الفئه الثانيه والفئه الثالثه. مقاعد من الجلد بتطريز باللون البرتقاني مش موجود في الفئه الاولى ولا الثانيه لكن موجود في الفئه الثالثه. دواسات من الالومنيوم مش موجوده في الفئه الاولى ولا الثانيه لكن موجوده في الفئه الثالثه. مقعد السائق قابل للضبط يدويا في 6 مواضع موجود في الفئه الاولى والثانيه، اما الفئه الثالثه موجود فيها مقعد سائق قابل للضبط كهربائيا في 8 مواضع. المقاعد الخلفيه قابله للطي بنسبه 40 الى 60 موجوده في 3 فئات. مرآه بالشماسات واضاءه وفيها اضاءه يعني في الشماسات مش موجوده في الفئه الاولانيه لكن موجوده في الفئه الثانيه والفئه الثالثه. فتحه سقف كهربائيه مش موجوده في الفئه الاولى لكن موجوده في الفئه الثانيه والفئه الثالثه. زجاج خلفي داكن اللي هو الفامين نازل من الفابريكه موجود في 3 فئات. نتنقل دلوقتي الاسعار العربيه. سوبارو اكس في 2021 فول اوبشن 1600 سي سي 419900 جنيه. سوبارو اكس في 2021 بريميوم 1600 سي سي 469900 جنيه. سوبارو اكس في 2021 لوكسري 1600 سي سي 499000 جنيه و900. وكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، واذا عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميلة بتاعتك، شارك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.